حلو، شفتي؟ 3 ايام بالضبط تتعلمي كيف تنطقي الانجليش، كيف يكون عندك كل المحتوى في. بصي ده عامله زي ايه؟ نفس الموضوع اللي هنناقشه بعديها اللي هو العقاقير، ازاي في مش عارف في اسبوع تخسي مش عارف كام كيلو. طبعا برضو ما فيش حاجه اسمها لغه او مهاره الانسان ممكن يكتسبها في يومين ولا ثلاثه، يعني خلينا حتى نقيسها بالطفل الصغير المولود. معاك. الطفل المولود ده علشان يتعلم لغه اللي هي لغه والديه مش اقل من 3 سنين على ما يبدا ينطق المفردات صح. تمام. فازاي انت كشخص كبير كمان عندك اوريدي مفرداتك متكونه يعني في انت لغتك؟ ما انت مش مقتنعه بفكره انه ممكن في ثلاث لا ايام طبعا. تتعلمي اساسيات حتى اللغه الانجليزيه في اني تتعرفي كيف تصيغي جمله، فبالتالي اعتمادك على نفسك في ان انت تحفظي فيوكابلري اكثر في عندي يكون عندك مخزن. لا بس مش 3 ايام، مش يعني في 3 ايام. احنا طبعا متفقين كلنا على اهميه تعلم اللغات، وزي ما قلت لحضراتكم وتحديدا الانجليزيه لانه هي اللغه العالميه الاولى، لغه التداول بين الشعوب. وبالظبط احنا علشان نتعلم اي حاجه، علشان نعرف اي حاجه، علشان يعني يكون في اطلاع على الاحدث والابديت في كل المعلومات في جميع المجالات، لازم نكون عارفين فعلا اللغه حتى لو مش بشكل النطق السليم قوي. لان في ناس تجيد الكتابه ولا تجيد القراءه، وفي العكس من يجيد القراءه ولا يجيد الكتابه، فتلاقيه عارفه زي ما بتروحي اي وظيفه يقول لك تحدثا وكتابه طبعا. ما هو لازم يبقى في مهارات. ايش. بالظبط كده. في ناس بتبقى محتاجه بس انها تتعلمها قرايه وكتابه علشان مثلا او طريقه بيعمل النطق، يعني كيف تطلع الكلمه صحيحه بتركيبتها الصحيحه، ما تاخذش يعني في ناس مثلا ميك اويش، في ماك اويش، في ناس كانت تقول ماك اويش، هي مش كذا يعني الاكسنت كيف تقدر تتكلم فيها الفوناتكس. طبعا وزي ما بنشوف كده عارفه دايما المثل المشهور في اللي هم في البازارات وفي ايوه بتلاقي عندهم بيتكلم لغه كويس جدا، ممكن ما يعرفش يقرا ولا حرف العربي ولا انجليزي بالمناسبه يعني، لكن هو بيتكلم. فهي مهارات كتيره، بس في النهايه كل المساله هنتفق فيها على انه اهميه تعلم اللغه باي شكل من الاشكال، كل على حسب استخدامه ليها. صح. خلينا نشوف التقرير وبعدين نناقش هذا الموضوع. اللغة الإنجليزية هي لغة العصر الحديث نظرا لاستخدامها الواسع ودخولها في شتى المجالات والعلوم، لذلك أصبح ضروريا البحث الدائم والمستمر عن كيفية التحدث بطلاقة بهذه اللغة. بالرغم من أني مش في لغة إنجليزية وما زلت برضو ببحث عن المزيد، فالتحقت والحمد لله بدأنا امبارح وكان في إفادة جميلة جدا، عملت ريفريشمنت يعني حاجات كده نقدر نقول تحديث للمعلومات او استرجاع للمعلومات وهكذا يعني، واستفدنا منها كتير. من هذا المنطلق حرص المركز الكندي هذا العام على اطلاق دورة مكثفة مدتها 3 ايام لتعليم اللغة الانجليزية ونطقها نطقا سليما. بداية احنا في المركز الكندي هنا تحت رعاية طبعا دكتور الله يرحمه، في المقولة اسمها اللغة تساوي انسان. من هنا جهه تم داخل المركز واداره المركز ان احنا نحاول ندخل نشاط اللغات، بدانا بالانجلش ولقينا ان افضل حاجه نعلمها الانجلش ان احنا نعلمهم ازاي ينطقوا مظبوط عن طريق حاجه اسمها علم الفوناتكس. الكورس قايم على هاو تو برونونس، ازاي بينطق صح، ازاي بين هو بيصلح نطقه في كلمات كتير قوي احنا فاكرين نطقها صح، زي كلمه سبيشال كونفرزيشن مش عارفه ووتر. احنا مفترض ان في البروجرام بنيجي نقول له لا، هو الكلمات دي نطقها غلط، سبيشال كونفرزيشن ووتر او ووتر، بنقول له ليه الفرق بين البريتش والامريكان اكسنت. ناس كتير قوي يقعد يقول لك ده بريتش اكسنت وده امريكان اكسنت، لا تبقى طبعا القواعد. احنا بنقوله هنا بقى في البروجرام ايه هي القواعد. تعد هذه هي التجربه الاولى التي يخوضها المركز الكندي في هذا المجال الذي قد يكون محل اهتمام من الشباب الذين قد يساعدهم التعرف على اللغه بشكل جيد في فتح مجالات اوسع وارحب للعمل. نهارات الغد العربي القاهره. فعلا زي ما أكدنا قبل التقرير أنه تعلم اللغة من أساسيات الحياة. الآن أصبحت أي وظيفة تطلب مؤهل عالي، إذا كان مؤهل عالي بدون لغة قد يكون المرتب أصلا لا يذكر، لكن دائما بيركزوا على أنه دائما يكون معك لغة أكثر من لغة. إذا كان لا يعني إذا قبلوه في الوظيفة أصلا يعني أنت بتتكلم على أساس أنه هيتقبل في الوظيفة وهيبقى المرتب قليل. طب يا ريت يعني، كان ممكن ناس كتير أنا عندي نظرة تفاؤلية أنه هنقبلها نص والله. لا أصلا ممكن ما يتقبلش لأنه ما بيعتبرش أنه مجرد حصوله على المؤهل العالي ده طبعًا. محتاج سكيلز أكتر يعني. طبعا معنا دكتورة غدا عزت معد برنامج ATP بالمركز الكندي.
اللي ممكن تعلمنا النطق الصحيح في 3 ايام زي ما قالت. انفي المعلومه اللي كانت زينر مأكد عليها قبل التقرير، بنحاول بقدر الامكان نلغيها. استاذ محمد سعد مدير تدريب اللغات بالمركز ومدير تدريب في البرنامج الخاص بتعلم الانجليزيه في 3 ايام، اهلا اهلا بكم. مساء الخير والعافيه عليكم. ونبدا بالسيدات اولا، يعني ما فيش تحيز ولكن محتاجين نثبت فعلا هل 3 ايام كافيه لتعلم اللغه؟ اكيد، او حتى اساسيات اللغه، لان بنصحح الردمه اللي كان في الاول. بالظبط، هو الواحد بيتعلم، تلاقي طالب خارج فوق ال 13 سنه بيتعلم انجلش، خارج بعد كده ما بينطقش اي انجلش خالص، يعني يذكر احنا بنقول مثلا سبيشال، بيقول كونفرزيشن، ووتر، فازر، ده مش انجلش. يقول لك انا بسمع الفيلم ما بعرفش اترجمه ليه. كذلك برضو بحس ان نطق غريب، فهو الثلاث ايام بيحس ان هو يكون البيسك الاساس. بس اللي اتحط عليه اساس بقى اي حاجه تمشي بقى، لانه لما يسمع اي كلمه ما يستعجبهاش تحديدا. بالزبط. حتى لو في اسطوانات الاغاني يقدر هو مع نفسه يترجم الاغنيه اوريدي من غير ما يحتاج انه يبدا يترجم مع نفسه. بالظبط. والنيتيف سبيكرز المشكله ان هو حد يقول لك طب لا انا درس انجلش كتير قوي، وقد يكون في الجامعات يعني خريجين كليات انجلش اساسا، يقول لك لا انا مش قادر ان انا اسمع نيتيف سبيكرز، او ان انا اقدر الط منهم كلمات. فور اكزامبل مثلا كلمه ووتر، لا لو جيت قلت له حد مثلا لا اسمع ووتر بريتش اكسنت امريكان اكسنت ووتر، هيقول لي لا انت بتهرجي، لا الكلام ده مش مظبوط. فده للاسف بقى. فاحنا من حد 3 ايام دول بنحط بقى البيسك الاساسي اللي على اساسه بيقدر يمشي اي بقى طالب، فاخد بقى مثلا اكسنت، مثلا بريتش اكسنت او امريكان اكسنت، ويبتدي بقى ياخد اللغه واحده بقى ستيب باي ستيب يعني. طيب استاذ محمد، مبدئيا هل في شخص قابل لتعلم اللغات وشخص تاني ما عندوش المهاره دي؟ اي حد عنده المقدره انه يتعلم اي لغه، بدليل احنا بنبص على العربي. حتى الحد مثلا هو يكونش مثلا مش قادر يكتب او امي زي ما بنقول، بيعرف يتكلم وبيقابل الناس ويسافر هنا وهنا وهنا. نفس الكلام اي لغه، اي لغه الاصل بتاعها في التعلم هو الصوت بتاعها. وبالطبع اي حد قادر انه ينطق او يطلع صوت طالما جهازه الصوتي سليم ما فيش فيه مشكله، فمعنى كده ان هو يقدر يطلع كلام او يتكلم او بس يتعلم. بس اقصد ايه؟ انه في تفاوت، انه ممكن يكون حد طبعا في تفاوت قادر ان هو فعلا يلقط اللغه بسرعه، وحد تاني لا بياخد المساله مع وقته طول الوقت، يمكن تراكمات التعليم في حياته. ده ترجع بقى للامكانيات العقليه مع الخلفيه بتاعته. بمعنى لو جيت مثلا حد مثلا اتربى مثلا في منطقه مثلا زي اسوان او الاقصر، لو جينا ادينا الكورس دوت بس هو كده اوريدي بيتكلم، هو بقى اللي عنده هنا ان هو يصحح بعض النطق او الاصوات، او يعرف النطق اللي بينطقه دوت لو صح ليه، ولو غلط غلط ليه. صح، هي دي نفس الفكره. زي الهنود يعني، الهنود يعني اللغه عندهم مختلفه تماما، حتى تحس انه بياكلوا الكلام. في الانجليش برضه نفس الكلام. في الانجليش ما هي الميزه فيهم كده، دي بنسميها في البرنامج عندنا حاجه اسمها الفاست سبيتش. فاحنا عندنا مصريين انا او محمد الله يرحمه كان يقول لك ايه، احنا بناكل الكلام. الكلام هو نفس الكلام في الانجليش. هو في حاجه اسمها اكل الكلام، بس هي مش اكل الكلام، هي قواعد بندرسها عشان خاطر نعرف نتكلم بسرعه بطريقه كويسه، وفي نفس الوقت ما يكونش في زي ما بيقولوا ايه نشاز. زي مثلا ما الدكتور كان بيقول لك ايه وودر، فواحد يقول لك مثلا هي ووتا او ودا، واحد ممكن يقولها وودر او ووتر او فازر. الكلمه نفسها رخمه يعني، تسمعيها كده ازاي بتطلع ما بينطقوهاش كده هم. مش هي في الافلام مش بسمعها كده، ما بنسمعهاش اصلا طبعا. ما يقدرش يلقطها فعلا طبعا. في ثلاث ايام 3 دايز ازاي ممكن ننطق او نتعلم الاساسيات؟ يعني هل هي المساله متعلقه بمفردات كتيره تتحفظ، ولا بتصحح مفردات احنا حفظناها اوريدي غلط؟ مبدئيا هو احنا بنعلم يعني ما بنصححش. ليه؟ لان احنا بنعلم ومتدرب في الكورس دوت الاصوات بتاعت الانجليش، هم 44 صوت بنديهم لهم ببعض القواعد اللي الدكتور عملتها. 44 صوت، بمعنى 44 حرف بمشتقات حروف. يعني مثلا اقول لحضرتك في العربي مثلا كلمه زي كلمه قلب. ممكن تبقى قلبه قلبه قلبه. التشكيل هنا بيفرق التشكيل. بس انا ما باخدش الكلام ده في الحروف. التشكيل نفس الكلام في الانجليش، الاصوات يعتبر تشكيل الحرف. لان احنا عندنا اصوات ساكنه واصوات متحركه، الساكن ده النطق بتاعه ثابت، المتحرك هو القفله او الفتحه بتاعت البق او الضمه او الكسره بتفرق في خروج الصوت ده. التقاء متحركين يعمل ايه؟ يطلعها عامله ازاي؟ والكسره في الحرف يعني مثلا صوت مثلا زي فازا، غير ما اقول فازر. فازا وفتحت بقي كده في الاخر ده نطق. مش فازر. دوتا. والفرق على فكره بين سينك وسينك. سينك دي واحد يقول لك اي سينك. انا بغرق. سينك ايوه. انما وتلاقيه واقف في واحد بيبص له انت سينك ازاي، ما انت كويس. ما انت واقف كويس.
فالصوت نفسه الخروج بتاعه فرق. هو بقى بيتعلم مخرج الاصوات كلها اللي عن طريق، على فكره زي ما الاستاذ قالت دلوقتي، هيعرف كم كبير جدا من الكلمات ان هي كانت غلط في حياته. لا قول لنا بقى يعني بامثله اكتر، بلاش كلمات لانه كلمات دي معناها ان احنا بنتكلم على مفردات كتيره. يعني ايه صوت او الشائع يعني دايما قول لي ال 44 تقريبا صوت. يعني مثلا نبدا مثلا بصوتين دكتور بدر دايما كانت بتقول موقف واخليها تحكي دلوقتي. صوت الباء وصوت الباء. اها باء باء. هنلاقي ان احنا عندنا التعليم المصري او تعليمنا عامه خفيفه وتقيله او كبيره من تحت. الصوتين دول يفرقوا جدا في معنى الكلام، زي ما دكتور مثلا الفرق اللي هي بين براي وبري. براي اللي هي الثانيه ديت يعني وصلي. الثانيه يعني ربنا يعزنا يعني نهى. فالدكتور في موقف ممكن تحكي دلوقتي تقوله عليه حصل قبل كده معاها. احكي يا دكتور. ما يعني برضه نسبه الاكسنت برضه كان دكتور عندنا في الجامعه كان بيحكي لنا واحنا كنا ست اربع، عشان اساسا الاكسنت الفناتكس ما هواش حاجه مثلا ممكن طالب يقول حاجه يعني فرعيه لا. فكان بيقول لنا كان هو بيعصب مره مسافر بره، فكلمه pray يصلي مختلفه في نطق عن pray ينهى. فموقف واحد في الشارع عايز يصلي مش لاقي مسجد، فبيقول له بليز بغض النظر يعني بيقول له بليز اي ونت تو pray، فانا عايز انهى. فبقول له اكشلي وات ار يو سينج، انت بتقول ايه؟ قال له يو وان اكشلي براي، انت فعلا عايز تنام؟ قال له يس اي وانت تو براي، انا عايز انام. انت حر بقى. فلو اكشلي يور كيدنج، انت بتهرج. اي دونت بيليف يو، انا مش مصدقك. يو اكشلي وان براي، انت عايز فعلا تنام؟ قال له بص ويقول ان ايجيبت براي. طبعا يعني حكى اكتر يعني بوظ صورتنا. صح، فهي بتبقى حاجات كوميك يعني زي دي. مثلا ممكن طلبه مثلا باجي الاقي طلبه تقول كلمة طالب قالها لي كلمة استراكتشور، فقلت له استراكتشور ايه دي يعني؟ قال لي مادة كان في هندسة، فقال لي مادة الاستراكتشور اللي عندنا، قلت له يعني احساسي كده ان هي استراكتشر، فقال لي بالظبط قلت له هي دلوقتي بس. هي هذا اللي انا اقصده يا دكتورة، بس يعني من غير مغالطة. بالظبط. يعني في ثلاث ايام فعلا زي ما انتم قلتوا ممكن نتعلم كيف ننطق الحروف بشكلها الصحيح، وكيف نقدر نطق الكلمات، احنا ما بنقولش حروف الكلمات عفوا، ونقدر نرجع يعني بالتتالي للقاموس اللي احنا محتفظين به نصحح فيه الكلمات اللي موجوده عندنا. طبعا ولوحدنا، الفكر لوحدنا لان اي حد فينا بيبقى مرتبط في اللغه بمحاضر. طب يا جماعه انا حصلت مثلا كلمات جديده زي في مصر، الحاجات اللي بتحصل كلها كل يوم صور ورهاب. طبعا في مستجدات دايما مش هدور على واحد يجي ينطق لي كلمه. صح. او واحد مثلا يقول لي انا باخد الكورس من واحد اجنبي. صح. هقول له طب هو يعني ازاي واحد اجنبي؟ اكيد ممكن يغلط. طبعا. لان انا كمصري ما بتكلمش عربي فصحى. صح. ما ودوك مثلا ايه عمتم مساء، ما بيحصلش مساء. ايه الدنيا اخباركم ايه عاملين يا جماعه؟ طبعا. ايه زميلي الكلام ده ممنونين. ممنونين جدا كل الكلام ده يعني. تقصد ان الاجنبي افضل من ال؟ لا، اتعلم نطق لوحده احسن من اي حد. أوكي. احنا بنعلم ازاي نطق لوحده. الاجنبي على فكره ممكن يعلمنا غلط. لان هو بني ادم. صح. وتبدا المعلومه في راسه صعب عنده مشكله تغيرها. في الجهاز الحلقي بتاعه او الجهاز الصوتي. طبعا تركيبه طبعا. حروف مع بعضها اكيد بتدي نطق مختلف، يعني كل حرف لو اتعلمنا كل الصوت الملائم لكل حرف. كل صوت. مظبوط. وبعدين تركيبه الحرف كلمه، يعني مثلا كلمه زي كلمه فاذا هتلاقي ان فيها فاذا اربع اصوات. بص عليها في الكلام العادي هتلاقي ست اصوات حروف تقريبا، يعني مش عدد الحروف هو اللي بيخلينا ننطق. طب احنا هناخد فاصل ونرجع نتكلم في احنا كان بودنا ان هم يكونوا معنا في الفقره الجايه بصراحه، بس والله المره الجايه باذن الله نتكلم في تخصصات اشمل شويه. تعرفونا بالمركز الكندي اكثر وبالدورات اللي انتم بتعطوها، والتوفيق والسداد لكم ان شاء الله في كل خطاكم باذن الله. جميل انه الامور خرجت عن حيز اللي كنا بنتكلم فيه في الاول، انه ممكن يكون مسار للدجل، يعني اللي هو ايه لا 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 خد في ثلاث ايام اتعلم الانجليزيه بغير معلم. الكتب اللي على الرصيف، لا المساله مختلفه خالص عن الكتب اللي على الرصيف، ومختلفه خالص عن اي حد ممكن يوهمك بانه في يومين ثلاثه كده ممكن تكتسب. لا بيحصل، وبس المهم ان احنا نتعلمه في المكان الصح. نشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. شكرا لك دكتوره غاده عزت، وسيدنا الكريم استاذ محمد سعد مدير تدريب اللغات. اهلا وسهلا. نطلع فاصل ومن بعدها نرجع، وثلاث ايام زي ما اخذناها عهد.